إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة فيأخذهن بيمينه، وفي لفظ بيده اليمنى، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الله الأرضين بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا الحديث العظيم معاشر المؤمنين يجعل العبد ينكسر لله تعالى ويعظم ربه سبحانه وتعالى. يطوي الله السماوات أي السبع الشداد يوم القيامة بيده اليمنى، فيأخذهن، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا يجيبه أحد. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأخذ أو ويأخذ الأرضين أي السبع بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا يجيبه أحد. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه وحسنه الألباني، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مسيرة ما بين السماء والأرض 500 سنة. يعني إذا ركب العبد فرساً أو جواداً فمشى مسيرة 500 سنة، هذه المسافة هي التي بين السماء والأرض. قال: وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وفوق السماوات السبع بحر عمقه مسيرة 500 سنة، وكان عرشه على الماء، وفوق هذا البحر
سدرة المنتهى والكرسي والعرش، ولو أن السماوات السبع والأرضين وضعت أمام الكرسي لكانت كحلقة ملقاة في فلاء من عظمة الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه حفظهما، يحفظ السماوات والأرض ويحفظ ما بينهما ويحفظ كل شيء سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وفوق العرش ربكم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفاء على الحجر الألمس. ولذلك الواجب على العباد أن يعظموا ربهم وأن يقدروا الله حق قدره، فإن الله جل وعلا قال عن نفسه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بعد هذا كله يجادلون في الله، كيف نعبد الله وحده؟ كيف نتوجه إليه وحده؟ أين الأولياء؟ أين السادة؟ أين الصالحون؟ أين الأصنام؟ أين المعبودات؟ يقول الله تعالى: أنا الملك. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يطوي الله الأرضين والسماوات فيقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ لا ملك لأحد، العباد يقفون بين يدي الله يوم القيامة عراة لا ثياب لهم، حفاة لا نعال لهم، غرلا غير مختونين، منكسرين، خاضعين، خائفين بين يدي الله تعالى. لا فرق بين ملك ومملوك، ولا بين سيد وعبد، لا فرق بين أبيض وأحمر وأسود، لا فرق بين قبيلة وقبيلة، لا راية لأحد في أرض المحشر ولا علم لهم، يقفون بين يدي الله تعالى. ويؤتى بجهنم كما جاء في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تكاد تفلت منهم. إذا رآها الناس، إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وساعتها ينكسر أهل الظلم وأهل الضلال وأهل الشرك وأهل البدع. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، هذه الدعوة التي رفضوها، نجب دعوتك، نستجيب لأمرك وننقاد
لدعوتك، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أي عظمة هذه، وأي قوة هذه، وأي ملك هذا! لا أعظم من الله، ولا أقوى من الله، ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات مع اتساعها يأخذها الله تعالى بيمينه، فأي عظمة هذه! وإذا كانت الأرضون مع جبالها وبحارها وقفارها وأوديتها وشعبها وطرقها يأخذها الله تعالى بشماله، فأي عظمة هذه! وكيف يسوي المخلوق بين مخلوق وبين هذا العظيم سبحانه وتعالى؟ يلجأ إليهم في الشدائد، ويستغيث بهم، ويجعلهم أنداداً مع الله تعالى، ظلماً وزوراً وبهتاناً وافتراءً. ولذلك قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، دعاة السوء وأئمة الضلال، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذ نسويكم برب العالمين، الله بيعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب، الله بيجيب الرائحة والشيخ بيجيب الرائحة، الله بيدي الجنة والكباش بيدي الجنة، الله بيعلم وحده ما في النفوس، لا الشيخ برضو بيعلم ما في النفوس، شكي يسموه مكاشف، يكشف ما في القلوب، كذب وضلال وانحراف ودعوة إلى الشرك عيانا وجهارا نهارا في القنوات وإذاعات وكتب وصحف وفي المساجد وفي كل مكان. ناس ما يستحوا، زول يقول: إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. اترك العظيم، السماوات بيمينه، أي عظمة هذه! والأرضون بشماله، يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا أحد يجيبه. ويجوا ينادوا شيوخ، شيوخ ماتوا، ولا نبذ ولا إساءة، ماتوا، فارقوا الدنيا وبقوا في التراب، ناديهم كيف؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ولذلك جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن امرأة كانت في سبي من السبايا تبحث عن صبي لها إذ وجدته فألزقته بطنها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن تطرح المرأة ولدها في النار مع ما في قلبها من المودة والمحبة والرحمة والرأفة به؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربنا رحمن وربنا رحيم وربنا عظيم وربنا كريم وربنا سميع عليم، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء ويعفو عن المسيء، ومع ذلك يتركه العباد ويلجؤون إلى غيره. قال الله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. دعا بتزيك، الشيخ دعا بتزيك، بياكل زيك وبيشرب زيك وبيمرض وبموت وبيعيش في الدنيا أيام معدودة وفقير. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هم ما بيخجلوا ذاته، واحد ولا بيخجل يقول لك: أنا عقيدتي في الفقراء، يعني عارفه فقير. طيب أنت فقير تمشي للفقير كيف؟ ما تمشي للغني يا أخي. الناس دي اللي يبسيئوا الظن بالله سبحانه وتعالى. سماوات السبع، أنت قدر ما تتخيل الموضوع ده، موضوع ده كبير. السماوات السبع بيميني في رواية، والأرضون بشماله، فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين؟ والله عظمة عظمة. في ذول يقدر يشيل سماوات؟ في مخلوق يقدر كذي غير الخالق سبحانه وتعالى؟ وأجي أتركه أمسك في ميت وشكل السودان ده تعبان ما بيرتاح، أكون معاك واضح بالدارجة كده، والله ما بيرتاح، لأنه الخير فوق والشر تحت، وهم ماسكين في التحت، عقيدة في التحت، عقيدتك في منو؟ في المكاشف. مكاشف لما مات عين واحدة شغالة، الثانية ما شغالة، ما صلى عينه، يصلح حالك أنت كيف مشاكل زي دي؟ لولا عقيدته في برعي، البرع عنده حصوة لما انكورك قبل يموت: إيه يا أبو التاية وحامد بعصايا تزيل الحصايا ومراد كلايا، أقعد أنادي في زول؟ بنادي في الرجال؟ أنادي في ده؟ أنادي في الضعيف؟ يا ناس ما نختشي ونعظم الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والكوراك ده في الدنيا دينا، كوراك ده إزعاج في الدنيا دينا، لكن يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وامتحانات عجيبة: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يوم القيامة نادون الكتب تنادون في الشدائد، وين وين البرعي؟ وين مكاشفي؟ وين كباشي؟ وين صايم ديمة؟ وين التوم؟ وين ودبان نقا؟ وين 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 عويس؟ وين ترعي؟ وين؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، شوف العظمة دي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. بيسمعون بيلبدوا بيقعدوا في محلهم، كيف؟ موضوع خطير. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.
وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. الله، موضوع خطير. ولذلك في الموت الندامة تبدأ من الموت، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله وينون البتنادون في الشدائد، قالوا ضلوا عنا، راحوا كلهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولذلك الواجب علينا جميعا أن نوحد الله وأن نعظم الله وأن نتوب إلى الله. جبريل عليه السلام في البخاري رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الغار ومرة ليلة الإسراء والمعراج، رآه في الأفق كأن المطر ينزل عليه من انكساره لربه سبحانه وتعالى، وله 600 جناح، مخلوق عنده 600 جناح، إذا نشر جناحين سد الأفق، 2 من 600 بسد الأفق، يعني الشمس وراه ما بتشوفها، الشمس كلها ما بتشوفها، دي 2 من 600. ومع ذلك إذا تكلم الله من عظمة الله ومن عظمة كلام الله، إذا تكلم الله خر جبريل مغشيا عليه، وخرت ملائكة السماء في السماء كلها تخر مغشية عليها. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا تكلم الله يسقط الملك مغشيا عليه، عظمة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على العباد أن يوحدوا الله وأن يفروا إلى الله وأن يلجوا إلى الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا العقائد المنحرفة. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح شأننا وشأن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن الدماء وأن يؤلف بين قلوب أهلها وأن يجمعهم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.